أبو ليكي مين هدول؟ كأنه بابا مو قدران يتعرف على حدا إلا ماما. مين هدول أبو؟ وشو يلي جابني على المشفى؟ أكشاي، صرت أحسن؟ مين أنا؟ ما عرفتني؟ موهيني؟ متذكرني صح؟ موهيني؟ إيه، موهيني. يمكن أنت يلي شفتك بعيد ميلاد تشافي. بس كان في ناس كتير، أو أنا تعبان كتير لهيك ماني متذكر شي اليوم. هلا أنت ليش عم تحكي بهالأسلوب؟ أبو مرحبا. هو إيه لو ما عم يتذكر شي أبدا، ما عرفني ما عرفني. سيد سينغ، انت بتتذكر شيء عن امبارح؟ شو اللي صار معك بالضبط؟ امبارح كان عيد ميلاد تشافي. احكي لي، انا ما عم بتذكر شو صار معي لحتى اجيت هلا على المشفى. تشافي وينه؟ سيد سينغ اهدى. تشافي وين؟ اهدى، بنتك تشافي ما فيها شيء. قدران تتعرف على حدا من اللي هون سيد سينغ؟ هي أبو، هي كل عيلتي. في حدا غيره من الموجودين بتعرفه أو متذكره؟ شكله العم أكشاي فائت ذاكرته، ما رح يقدر يحكي شي لحدا. أبو رجعيني على بيتنا. ممرضة، لو سمحتي طالع الكل برا. أبو انت ضلي هون. أكشاي ليش عم تعمل فيني؟ لو سمحتوا لبرا. أكشاي اسمع، هي انا موهيني. موهيني خلص لبرا لو سمحتوا. تركوني. ليش ما عم تحكي شي؟ أنا كيف جيت لهون على المشفى؟
ومين هدول وهي المرة؟ ليك يا أبو أنا موجوع. سيد سينغ، تتذكر تواريخ؟ تاريخ اليوم مثلا؟ اللي اليوم شو؟ أي سنة هلأ؟ ممكن تفكر وتحكي لنا؟ تشافي خلقت سنة 2000 ومبارح عيد ميلادها الثالث، يعني 10 كانون الثاني، صح أبو؟ بس يلي رح يجنني ماني متذكر كيف اجيت على المشفى بعيد ميلادها. هذا يعني كل هدول 20 سنة اللي مضوا معقول ما عم يتذكر منهم شي؟ اهدأ اهدأ سيد سينغ، انت تعرضت لحادث بسيط وفقدت وعيك، لهيك لازم ترتاح. هلا اول ما تفيق كل شي رح يتحسن. بس أبو أنا شو صار له دكتور؟ شو قصته؟ وليش معنه عم يعرف حدا؟ وليش مفكر مبارح عيد ميلاد تشافي؟ سيد سينغ ضل فترة بالتلاجة، هالشي سبب موت بعض خلايا دماغه. عادة هالشي محتمل بعد صدمة قوية، وأغلبهم بيعانوا لفترة من فقدان ذاكرة مؤقت. طبياً نحن منسميها فقدان ذاكرة ما بعد الصدمة، مثل حالته لما كان فائد الوعي. بهالوقت تحديداً بيضل جوات دماغه الناس اللي كان عم يفكر فيه قبل ما يتعرض لهي الإصابة. بحالة أكشاي شكله كان عم بيفكر ببنته بهديك اللحظة، وفيكي أنت كونك كنتي مرته، لهيك بيعتقد أنه الماضي هو الحاضر هلأ. طيب دكتور كيف رح يتحسن؟ ما فيني أكد لك شيء، نحن رح نحول الحالة لقسم الأعصاب وهن رح يهتموا. لحظة دكتور. إيه؟ شو احتمال الشفاء؟ يعني كم يوم بده ليرجع عقله طبيعي؟ ما فينا نتحمل يضل عم يتعامل مع عيلته بهاي الطريقة. ممكن ساعتين، يومين، أو مثلاً سنين. سنين؟ وأحياناً ما بيطيق.